السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنواصل في مادة الميكانيكا الهندسية خلال الشابتر رقم 7 اللي هو عنوانه Distributed Forces Moments of Energy. طيب علشان نفهم الشابتر هذا هنشرح اليوم الـ Problem 1 Direct Integration من خلال التكامل The Moment of Inertia of the Shaded Area with Respect to Y Axis، يعني هنجيب الـ I Y على حسب الرسمة هذه بيعطينا المعادلة بتاع الكيرف هذه اللي هي الواي في 4h الاكس على 4 ناقص اكس سكوير على اي سكوير، يعني هذه المعادله بتاعت الواي بتاعت الكيرف هذه، يعني احنا عاوزين نجيب الاي واي. طبعا علشان نجيب الاي واي نعرف انه الواي هي نفسها تساوي 4h في الاكس على اي ناقص الاكس سكوير على اي سكوير. طبعا بما ان حنجيب الاي واي يعني الاي واي حتكون التكامل بتاع اكس سكوير دي اي، لازم نجيب قيمة دي اي، يعني بما ان حنشتغل على محور واي لازم تكون يعني التقسيم يكون موازي للمحور واي، يعني هتكون هذه هي الدي اي، الدي اي حتكون العرض هذا اللي هو دي اكس الارتفاع هذا اللي هو الواي، يعني حتكون واي دي اكس، يعني الدي اي حتكون واي دي اكس. طيب نعوض الدي اي بالمعادلة هذه تصبح عندنا الاي واي تساوي التكامل بتاع اكس سكوير واي دي اي، ونعوض قيمة الواي بالمعادلة هذه تصبح عندي التكامل بتاع اكس سكوير 4 اتش اكس على A ناقص X سكوير على A سكوير دي دي X، هنا Y دي X ها دي X. طبعا الـ X متغيرة من 0 إلى A، يعني هنا هيكون من 0 إلى A، هيتم التوزيع بتاع الـ X سكوير، يعني الـ 4H هي ثابتة نقدر نخرجها تساوي 4H التكامل بتاعت x تكيب على a ناقص x 4 على a تربيع، هذا كله دي x طبعا تساوي 4h. التكامل بتاع x تكيب يساوي يعني x قوة 4 على 4 a ناقص، والx قوة 4 بتكون يعني 1 على 5، يعني تكون x قوة 5 على 5 a تربيع، هذا كله في الـ 4h. هذا حنعوضه من الزيرو إلى الـ a، يعني هذا كله حنعوضه من الزيرو إلى الـ a، يعني الـ ay هتكون القيمة متاحة 4h في الـ a يعني قوة 4 على 4 a ناقص a قوة 5 على 5 a تربيع بتكون 4h، يعني نقدر نحذف ال a هنا وال a هنا تصبح a تكعيب على 4 ناقص a تكعيب على 5. طبعا المعامل المشترك هو 20 نضربها في 5 يعني تصبح 4 5 a تكعيب إلا 4 a تكعيب على 20 تصبح عنا ال a y تساوي 4 h على 20 ال a تكعيب، يعني تصبح h a تكعيب على 5، يعني ال a y نتيجة نهائية تساوي ال h 5 ال H A تكعيب، هذه هي ال A Y. نفس السؤال لكن بيتغير الشكل، في البروبلم 2 بيطلب منك ال A Y يساوي كم، لكن المعادلة هنا هتصبح هذه المعادلة هي هذه هي ال Y اللي هي K X قوة 4، لكن شايفين لكن الرسمة هنا فوق الكيرف ما هي تحت الكيرف، أوكي؟ يعني هذه هي ال Y، يعني إذا كان نروح لل
للرسمة هذه المعطي اللي هو y يساوي kx قوى 4. علشان نجيب الـ ay نفس الشيء حتكون التكامل متاع x سكوير dA، لكن الليمنت بمنع على y حيكون هذا هو الـ dA. طبعا الـ dA هذه حتكون dx، والطول هذا هو يساوي كم؟ يساوي الارتفاع هذا كله اللي هو الـ b، يعني حتكون هذه b ناقص الواي، يعني هذه بي ناقص الواي. عشان كده الدي اي حتكون الدي اي حتكون الارتفاع اللي هو بي ناقص واي في الدي اكس. يعني لو نعوضها هنا تصبح الاي واي تساوي التكامل تاع اكس سكوير في البي ناقص واي دي اكس. طبعا الاكس تتغير من الصفر الى اي، بنعوض الواي تصبح تكامل x سكوير b ناقص y اللي هي k x قوى 4 dx من صفر إلى a. تم عملية نشر ال x سكوير يساوي التكامل متاع b x سكوير ناقص k x 6، هذا كله dx وال x من صفر إلى a. التكامل متاع b x سكوير يكون b على 3 x قوى 3 ناقص k على 7 x قوى 7 من 0 إلى a. بما أنها من 0 إلى a بنعوضها تصبح الـ a y تساوي b a تكعيب على 3 ناقص k، عفوا a، هذه نحن نحوض الـ x بالـ a هتكون a قوى 7 على 7. طيب المعامل المشترك 21، يعني حتكون كم؟ حتكون يعني 3 نضربها في 7 تصبح 7 ب a تكعيب ناقص k في 3 a قوى 7 على 21. يعني بتكون قيمة متاعها الـ AY بتكون الثلث بـ A تكعيب ناقص ثلث A AB. لكن خليني هذه قيمة الـ A الـ AY على 21، هنا على 21، يعني هذه بتكون قيمة الـ A الـ AY. طبعا إذا كان الـ K يساوي B، يعني الماكسيموم تاعت الـ K حيكون B، حنعوضها F يعني K تساوي B، الـ AY حتصبح 7 B إلا 3 B A قوى 7 حتصبح